ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا جنى جنى. يا ماما تلفن خيك فادي وقال لي انه هو منيح، وقال لي انه مش هو اللي خطف البنت، هو ما بده يأذيكي، بالعكس هو بده يحميكي من نبيل. يقبرني يقبرني صوته شو كان حنون. تعرفي شو قال لي كمان؟ قال لي قولي لجنى تنتبه على حالها وما تخاف. جنى جنى عم بحكيكي. رح قوم وعي بيك واعمل ركوة قهوة وبنقعد بنحكي بالموضوع. مجد مجد ابني، شو اي ساعة اجيت؟ شي ساعتين. طب ليش ما فتت من جوا؟ بدي روح دور على زهرة مع الدفاع المدني، بس ابي ما لقيناها، وانا اذا صار لها شي بجن ابي بجن. لا حبيبي لا، ان شاء الله بتلاقوها اليوم. طيب أنا فايت أعمل لك سندويشات هكلا قبل ما تروح.
بنتي طمريني يا امي. طمري مدام بنتك بعد عايشه بس تحكينا على المستشفى. يا طمريني يا امي زهرة. زهرة يا امي قومي يا امي قولي لك كلمه. ماما نخيلكم نخيلكم بنتي. الله يساعدك يا جمال يا تعطيرك يا جمال يا بنتي ايديك تسعين يا طمريني. خذ حبيبي خذ يا حبيبتي يا زهرة يا حبيبتي امي يا دنيا. انا سمعت سيارة الاسعاف سيارة الاسعاف راحت يعني لو زهرة ابي لو زهرة ابي ابي لو زهرة لو زهرة على مهلك يا ابني على مهلك. بدك نفطر قبل ما نمشي؟ دخيلك مالي متعود على فطوركم باكل لي منقوشي على الطريق. يلا خلينا بلا ما نتأخر. لحظة بس ايه جنان شو؟ فايقة بكير اليوم ما نمت أصلاً تحت أوعى. خبرني شو صار معك. صرت ببيروت عم خلص باقي القصص مع الأستاذ بس اخلص رح اطلع جيب زينة واخلص من كل هذا الكابوس. خدني معك انت وطالع منجيب البنت سوا ومننزل. طيب اذا هيك بدك خليكي جاهزة بالاوتيل انا بخلص وبرجع بمرق باخدك ونطلع سوا. اوكي ناطرتك. شرف استاذ. بعرف انكم مش مبسوطين مني ومتعاطفين مع وسام بس هلا مش طالع بايدي غير هيك. انا اصلا عم ساعده بس حتى يرجع بنته وبعدين بنبقى بنحكي بغير مواضيع. انا مقهوره كثير على وسام قلبي رح يتفتفت عليه. وسام شاب طيب وبحبك كثير ما بيستاهل يصير هيك معه. انت مش من رايي يا بنتي؟ اكيد من رايك بابا. فؤاد ما انا نسالك عن زهره اجى الاسعاف اخذها بس ما نطمن عنها بس زهره بخير روح على بيتكم روح على بيتكم بس ولك روح على بيوتكم حاجه تبروا. عمي فؤاد عمي فؤاد عمي فؤاد طمني شو صار مع زهره لقيتوها؟ لقيوها وحالتها خطره واخذوها على المستشفى. على المستشفى؟ انا المستشفى الله يخلي خدني معك انا المستشفى. لك هون بالضيحه كلهم بيعرفوا انه زهره راحت تسلي وقعت وغابت عن الوعي. اذا بتقرب لهونيك انا رح أقتلك بإيدي. استناني شوي هون راجع لك. ليش سكرت خطك كل الليل؟ تينا وينك انت؟ وين غطيتي فجأة؟ معقولة ما بدك تسألي عني؟ ما بدك تطمني على زينة؟ ما بدك تطمني على حالتي النفسية أنا؟ ما عم بفهم ليش هيك عم تساوي؟ أنا ما عم بفهم عن جد انت بتحبيني ولا عم تكذبي علي؟ ولك أنا بموت فيك اشتقت لك جنون ما بتتخيل قديش هي عمالي تطلع بعيونك واخبرك وقال لك قديش بحبك وشم ريحتك. تينا حاش تعملي معي هيك، حاش تلعبي بمشاعري وتتمرجحي فيني، انا ما بقى فيني هيك. ساعة مشتاقتي لي وساعة بدك تفلي وساعة ما بعرف شو، انا تعبت. انا عرفت انه زينة طلعت عند اهلك، مشان هيك ما سألت عنه. كيف عرفتي؟ من وسام. وسام اول ما عرف طمني وخبرني. وشو بده وسام؟ ليش ليتنفلك؟
ليكي تينا، أنا عندي شوية شغل اليوم بس أنا بدي أشوفك. وين رح تكوني؟ بالرأس وين بدي أكون يعني؟ اليوم عندي شغل كل نهار للساعة 6 المساء تقريباً. طيب معناتها أنا بخلص شغل وبجي بشوفك. بدي أشوفك ولو 5 دقايق، حتى لو بعد نص الليل ما عندي مشكلة. ماشي؟ طيب بنحكي، يلا باي. باي. تنتين عشان تنتين يا ظالم. هذا الشيء ما بيعنيك. اتمنى تحافظ على الحدود اللي بيناتنا. علاقتي فيك ما تتجاوز مخاطف منك. لك ما بدك استاذ زياد. تفضل على السيارة. ايه جنى، شو رامي؟ ما حكيتني ولا طمنتني. انا هلا بالجامعه فايت اقدم استقالتي قبل ما هن يقلعوني. طبعا يا ستي حتى لو هن طلبوا مني اني ابقى انا ما عاد بدي، مليت خلص. بدي صفي اموري بالمختبر وارجع على لبنان اهتم باخي وعيلتي واعيش مع ناس بيشبهوني جنى بعدك معي؟ ايه بعدني معك. يعني خلاص رح تتركني لحالي بلندن؟ كيف لحالك؟ الله يخلي لك إياد وزينة. طيب تبقى حكيني طمني عن أخبارك. أوكي شو طمنيني؟ أنت منيحة؟ كل شي منيح؟ صالحتي أنت وإياد؟ إمتى راجعين لهون؟ والله ما بقى عم بعرف شي. كل يوم عم بيصير قصة أضرب من التاني هون. خير شوفي خليك بمصيبتك انت، نحكي بعدين. انا اصلا لازم ارجع باسرع وقت. طيب تبي على حالك. يلا باي باي. شو عن جد عمي محمود خطف زينة؟ أكيد عم تمزح معي أبي. لك يعني هو ما خطف خطيفة، هو بس جابها لهون لحتى يضغط على عمك إياد مشان يساعدنا. أبي أنت اللي عم تحكي هذا الشيء؟ أنت اللي عم تحكي؟ أنا ما عم صدق. ها ما عم صدق. لك يا حبيبي جدك هلأ راح يسدد الأجار اللي متراكم علينا وبدي يدفع سنة لقدام، وأنا وعمك محمود رح نستثمر دكانة أبو وديع. لك حتى أولاد عمك صار فيهم يروحوا على المدرسة، وانت كمان خد، وهدول المصاري إلك. هاي المصاري حصتي من الخطف ولا هاي الفدية المالية اللي دفعها عمي إياد مشان يرجع بنته؟ لك يا عيب الشوم عليكم، بس يا عيب الشوم على هيك عيلة. عم بقول لحالي ليش عمي إياد تبرى منكم وما عاد بده يشوفكم، وأنا بدي أعمل مثله وما عاد بدي يشوفكم، وبدي أسكن لحالي كمان وما عاد بدي أشوف أي حدا منكم. لك وين رايح تسكن لحالك وما معك مصاري؟ بدي أسكن بالهفا بالطبيعة مع الحيوانات. لسه أشرف لي ما عاد بدي أشوف أي حدا منكم. مجد 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 تعال هون. لك شبك مجد مجد لك مجد لك شبكون يا ابني شبكون جانين كمان مرة. ها شبوا الولاد. أنا كثير خايف عليه مجد، ما أنه رضيان على كل شيء عملناه، ما ضل اللي غيره يا أبي. والله إذا بصر له شيء ما بعرف شو بصر لي. طول بالك لك ابني، طول بالك عليه. عامر حبيبي أنا اليوم دفعت كل شيء لازم ندفعه، آجار البيت ومولدة الكهرباء وكل شيء لازم يندفع، وما عاد في خوف والحمد لله. أعذرني أنا رايح يا ابني، بدي ريح شوي لأني تعبان. Thank you.
يا نجم خلص هلا بتفول تعال. لك وينه هذا محمود؟ قلنا ساعة ولهلا ما وصل، والله فطسنا من الشوق. مدري شو بيكون صاير معه عمتي، خير ان شاء الله هلا بيوصل. شوبت على بكير، والله شوبت على بكير. شو هالطقس هذا بلبنان؟ نتحمل. ايه ولك هذا اسكندر. اهلين ست شريفة، شو ناطرة؟ ولك مالي ناطرة شي. بريك وبرجع لكم بنات. أهلين. برافو عليك يا صبتية، مش عايزتك أكتر من 5 دقايق. أوكي نطلع نحكي بشي شي مطرح، بس مش قدام الأولاد، بس خليني أطفي لهم الموسيقى. رجعت لك. يا دوعة تجي لهون هلا، جانا اجت بدها تحكيني، بحكيك بس تفل اوكي؟ أكيد أنت مستنظرة مني قلك الحكي اللي بينقال لبنت مثلك بهيك حالة، إنك خربت بيوت وخطفت رجال وخربتي لي بيتي وهالكلام. لا حبيبتي ما جاي قلك هيك شيء، أنا جاي أسألك سؤال واحد بس، كيف تقدر بنت مثلك عايشة جحيم الخيانة اللي عايشة بيها لأمها تقدر تعمل نفس الشيء بمرة تانية؟ كيف عندك الجرأة وأنت بعدك بهالعمر الصغير إنك تخوني خطيبك مع الرجال اللي أخت خطيبك مرتبطة فيه؟ عن جد ما عم صدق. قبل ما تكفي سؤالاتك بس حابة أصلح لك شغلة، إنه أنا ووسام ولا مرة كنا خاطبين مثل ما أنت ولا مرة إياد كان جوزك لحتى أخرب لك بيتي، أو على القليلة ما كان يفهمني هيك إياد لما كان يجي لعندي لهون ويقول لي إنه مش عم بيقدر يوقف يتطلع فيي، مش عم بيقدر يمنع حاله انه يقرب علي من اول لحظه شافني فيها بالاوتيل. اسكتي اسكتي. انا ساكته، انت اللي جاي لعندي وبدك تحكي وتسمعي ما هيك؟ الا اذا حابه تحكي وبس. المفروض بنت متحضره مثلك والمفروض فنانه كمان تعرف انه الارتباط بين اثنين مش بس عند الخوري والشيخ ومش بس على الورق كمان، ما هيك؟ بعرف، وبعرف أكتر من هيك كمان، بعرف إنه الارتباط الحقيقي هو يلي بيمنع الإنسان المرتبط من إنه يحب حدا تاني أو ينخرم بحدا تاني. بتعرفي أنا من بعد علاقتي بإياد اكتشفت إنه أنا ما بحبه لوسام، بغيابه أو بوجوده لإياد أنا ولا ممكن بقى أرجع لوسام لأني ما بحبه. إنه اللي بيناتنا هيك كان مصاحبة سطحية سخيفة كل البنات بيعملوها لحتى ما يكونوا لوحدهم، لحتى يطلعوا من الوحدة، لحتى يقولوا للعالم يي ليكو أنا عم بظهر مع شاب. بس اكتشفت إنه أنا ما بقى بدي صاحب،
اكتشفت انه بدي احب. بدي احب وبس. اللي بينك وبين اياد ما اسمه حب، اسمه شهوه، اسمه نزوه، اسمه غلطه، اسمه بنت مثلك عم تنتقم من حالها، من بيا، من الناس. انت عم تحاولي تكوني ظالمه حتى ما تكوني مظلومه مثل امك. حلو. حلو انه تفسير نفساني كثير حلو جنى. ممكن كثير اللي عم تقوليه يكون صح، بس يا ريت تفسري لي شو سبب زيارتك، لانه ليش جايه لعندي؟ شو المطلوب مني؟ جاي اشوف اذا بتحرزي اخرب حياتي كرمالك او لا. جاي اشوف هالنزوه اللي معترف فيها اياد وعم يترجيني حتى سامحه عليها، اذا بتحرز امحي 7 سنين من حياتي كرمالها او لا. اياد عم يطلب مني سامحه ونرجع باسرع وقت على لندن، نعتبر كل شيء صار هون كابوس، ننسيه باسرع وقت. جاي اتاكد اذا هالكابوس خلص او لا، إذا لازم نمسحه من حياتنا أو لا. جاي أتأكد إذا لازم أحس بالذنب إني بعدتك عن وسام أو لا. شو طلع معك ست جنى؟ طلع معي إنه وسام لازم يشكرني، لازم يشكرني كتير لأني خلصته منك. كل الوقت كنتي عم تضحكي عليه بالوقت اللي كان عم يخطط لمستقبل معك. طلع معي إنك عن جد نزوي مثل ما قال إياد. بتحرزي اني امحي 7 سنين كرمال وحده مثلك. ما طلعتي حرزاني حبيبتي. جنى فلت، اوعى تجي لعندي، اوعى تجي لعندي اياد، ما بدي اسمع لا فيك ولا بجنى ولا بوسام ولا بحدا. سامع؟ بترجيك اوعى تجي لعندي. لك بس فهميني شو اللي عم بيصير معك لحتى عم تحكي هيك. الو تينا، الو انت ليش معذب حالك كل هالقد؟ يعني الواحد ممكن يحب على مرته، إذا ما بده يطلقها بحب عليها بالسر، بس واحد مصاحب بحب وحدة على صاحبته بيقعد بيعاني وبيتعذب. والله غريبة هالقصة. ما عم بقدر استغني عن جنى ولا عم بقدر اترك تينا. ما بعرف شو هي المشاعر، غريبة كتير. لما كنت أنا وجنى مع بعض كنت حس إنه نحن مناح كتير، في شوية تفاصيل ناقصة، بس بعدين لما إجت تينا بتحس إنه حياتي كلها صارت كاملة. حلوة القصة. يعني إذا بينخلطوا ببعض مثل كوكتيل بصيروا بني آدم واحد، بتكون أسعد إنسان بالدنيا. كوكتيل تعرف صح؟ عن جد ممكن يكون أسعد إنسان بالعالم. بس هاي القصة ما بتصير، لأنه ما في مرة كاملة بالدنيا، اللي ناقص بهي بتلاقيه بوحدة تانية. يعني ما قدامك غير حل واحد، إنك تتجوز، غير هيك ما بيمشي الحال، وبدك تكون مقتنع. مثلاً أنا قررت أتجوز سامية وما أطلع مع وحدة تانية، وهذا القرار لهلأ بعدني محافظ عليه. شو بيصير بعدين؟ ما بعرف. بس هلا لما افكر اغلط بقول بلكي سامية تركتني، شو بدي اعمل بحالي؟ شو بعمل بالولاد؟ يا والله ساعتها ما بعرف لا اكل ولا اشرب ولا ربيهم، مين بده يدير باله عليهم؟ بس طالما هي موجوده ما عندي مشكله، بتدللني، بتطعميني، بتغنجني، حنوني علي، احسن من 100 مرة تانية، مع انه بعرف في كتير احلى منها. هذا القرار لازم تاخده بالحياه، تقتنع لازم تتجوز،
حتى لو تجوزت ملكة جمال العالم بيضل في حدا أحلى منه. إذا بدك تربح شيء أكيد بدك تخسر شيء مقابله. نصيحة أخ لأخوه. يلا قوم بيكون قرب رقمنا. خلينا نفوت على أمن العام. إذا نادوا علينا وما لقونا بتروح علينا. قوم يلا قوم. خلص يا حبيبي، البنت لقيوها وما بقى في مشكل. يا حبيبي رجع هون أحسن لك. أنا وبيك بدنا إياك ترجع على البيت، وأختك وخيك كمان. هلا ماني قادر أرجع أمي، بس بوعدك رح أرجع غير شكل، رح أرجع رجال مليانين جابوا مصاري. أنا ما بقى رح أقبل حدا يصرف علي ولا حدا يصرف عليك وعلى بي. بكرة بتشوفي. من وين بدك تجيب المصاري؟ مصاري؟ هات لي هون لشوف. مين بدك تجيب المصاري وليه؟ مين بدك تبيع هالمرة؟ مين بدك تخطف؟ مين بدك تقتل؟ ليش عم تحكي معه هيك؟ أنا بدي أشتغل وطلع مصاري مثل كل هالشباب. انقبر ارجع على البيت هلا بلا طحنك. الشباب اللي بيجيبوا مصاري هن اللي بيكونوا عم يحكوا طايعين طايعين. علينا انقبر ارجع على البيت هلا هني وبلا مطيبك على القلب. يا زلمة عم أهلك عليه. رح أفرجيكم أنا أمين، رح أفرجيكم كيف رح أجري الناس اللي قطها مبسوط فين وبمشاهداته وبمصرياتهم. يا أبو فادي رح أفرجيكم. أنت سبب فشل فادي، أنت اللي وصلته لهون. أنا؟ ليش أنا شو عملت؟ ماشي، ما هون المصيبة، ما عملت شي. يا سبع، يا سبع البرمبو أنت. خلص روق روق. كرو 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 روق روق. رامي 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 خبرني شو صار. الحمد لله مشي الحال، صار اللي كنت بدي اياه. خي سالي، انا قدرت انه هيك رح يصير لانه ما حدا حكينا. اي اكيد ما رح يحكوا معك طبعا. انا اعترفت بكل شيء وقدمت استقالتي قبل ما هنن يقلعوني. انا عن جد بتشكرك سالي، انت قدمتي لي خدمه كثير كبيره، خليتيني اخذ قرار يمكن انا لحالي ما بقدر اخذه لولا مساعدتك. هلا هيك بخلص من غربتي وبرجع لحياتي الحقيقية. بدي أتشكرك كتير من قلبي. يعني ما فهمت، يعني رح تترك الجامعة؟ تركت الجامعة ورح أترك المختبر ورح أترك لندن كلها وأحمل حالي وفل. هلأ أنا ما عاد أستاذك سالي، يعني بقدر أتصرف معك بطريقة تانية. انتبهي على حالك منيح وبعدي عني بالمنيح. ما عم بفهم، جاي لتخبريني هالاخبار لتسمي لي بدني؟ طب ليه؟
ليه جنى؟ أنا عم خبرك كل هالشي حتى تعرف وتتأكد إنه تينا ما بتحبك ولا يوم حبتك. إذا رجعت لإياد أو ما رجعت ما رح تكون معك، هي هيك قالت لي. من الآخر، ولا مرة توقعت تكوني أنانية لهالدرجة. أنا أنانية؟ ليش بقى؟ لأنك جاية تخبرينا الإخبار لتشيلي عن ظهرك وضميرك قصة إنك رح ترجع لإياد. أصلاً عم بتخوني خيك بتتعس على كرامته كرمال ترجعي له. فوق كل هو رحت لعنتينا بس لتسمع منا أخبار وتجي تخبريني إياه وتترتاحي وتريحي ضميرك؟ لا، أنا جيت لحتى أفسر لك. ما بدي تفسري لي شيء، أنا شايف وفهم وبعرف شو عم بصير. مرسي على كل حال، بدي أكمل شغلي. بعد في شغلة ما خسرته بسببك، أنت وإياد. يلا عيود. يلا أمي صار وقت دوامي هلا. ليكون حماس لك، تفضل ست مها. أوه هيدي قاعدة. مبروك عليك أنا بتعنتي. إي والله يا عايدة لما شيلك الميني ماركت مثل ما بحياتك مشيتيها. لك شو بدي أنا من تمك لباب السما. حبيبي راح أشوف راجي وبرجع لك بعدين بتركي كوفل، أوكي؟ أوكي. الو وينك مها؟ جيت على البيت وما لقيتك. انا بشغلي، شو نسيت؟ هلا وقت شغلك مها، لازم تمضي وراء الضمان هلا وهلا لازم ندن على الشركه. ما توخزني، انا بالمين ماركت تبع عيدة، بتعرف كثير منيح العنوان. اذا هالقد مضايق ضروري شرف مضيني هون. هيك صارت اكيد. انا مضطر اسكر، عجق علي كثير. ويكون بعلمك اذا بدك تجي لهون بتجي وجهك عم يضحك. أنا مبسوطة كتير وما بدي تنزعل نهاري، فاهم؟ والله على إيديك فوق أكتر. شو عم بتقلبه؟ سامية الله يرضى عليكي، روحي جيبي الغراض هلا بيجوا، بدي لحق اطبخ. بس اذا رحت لحالي الغراض كثير تقال، ما رح اقدر احملهم. خدي الاولاد بيساعدوكي. طيب يا اولاد. ايه مين بيروح معي على الدكانه نشتري غراض واكلات طيبه؟ انا. يلا بس ديري بالك عليهم منيح. ها على عيني. خصوصي زينة الله يرضى عليكي. حاضر. شو حبيبتي هدول الي؟ تقبرني يا حنونه. لك يقبرني هالوشي، يقبرني. يلا يلا روحي. تذكري بدك شيء قبل ما اروح؟ لا تقبريني، ما بدي شيء. يعني يلا. غير اللي كتبتي لي اياه. لك خلص يلا. روحي بقى. ان شاء الله بيقبروني ما احلاهم. الحمد لله بقى دخلك. هي شو عم بتعلمون يعني؟ قال اعمل هيك وسوي هيك. يعني بالي عمتي. لك اي بعرف شو بحيط. شايفني متخلفه انت تاني؟ بعرف بالي. شايفتها بالتلفزيون كثير، بس يعني اتصور نحن قاعدين هون ومشرشحين. خبط راس. هاي دكتور. هاي دكتور. هاي. Thank you.
ما قلت لك ما تجي لهون؟ تينا بدي احكي معك شوي. اتركني اياد بليز. تينا بليز لو سمحتي تعي معي شوي. يلا. خلص تينا تعي. لك حاجة تقولي لي اتركني. أنا لو بدي أتركك تركتك من الأول ما كنت ارتبطت فيكي أصلاً. أنت قلت لجنى أني نسوة ما هيك؟ أنت قلت لها أني غلطة صح؟ أكيد. أكيد أنت غلطة. بس غلطة بتاخد العقل. نزوي ما عم بقدر شيلها من عقلي لا ليل ولا نهار. خلص 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 بقى بكفي. تعيش تلعب لي بمشاعري وبعصابي. رايح على لندن اخذ بنتك وجنى. شو بعد بدك مني؟ قلي شو بعد بدك مني اياد؟ بدي اياكي بكره تنزلي على السفاره وتقدمي على الفيزا. ايه انا حكيت لك مع السفاره وزبطت لك كل الامور. ما بقي غيرك تروحي وتقدمي ورائك وتجي لعندي على لندن. يا عمي مجنون انت؟ انت مجنون رح تجنني معك؟ شو بدك اياني روح اعمل يعني؟ بدك اياني روح احبك مثل الحراميه؟ بدك ضلني احبك بالسر كل حياتي؟ انتي تعي لعندي على لندن وشوفي كيف ما رح نضل نحب بعض مثل الحراميه. تينا انا ما عم بقدر شيلك من حياتي. انتي ما عارفة انا شو صاير فيني. انا ضايع ضايع ما عم بقدر اخذ قرار اني شيلك من حياتي. كل اللي شفتك فيهم كلياتهم كم مرة حفروا جواتي هون جوا حفروا ما عم بقدر طلعك من حياتي. عم تفهمي شو عم أقول؟ بس أنا عم غار علي كتير. ما عم بقدر أتحمل فكرة أنك نايم معها بنفس التخت. ما عم بقدر أتصور أنك رح ترجع لها. ما عم بقدر. أنت لا تفكري بشي هلا غير فينا أنا وأنت وكل المواضيع التانية رح حلها. بوعدك حبيبي رح حلها. غمريني عم قل لك غمريني هلأ. حبيبي انت انتي اللي حبيبتي انتي. جات اللحظة اللي أنا مستنيها بقالي سنة. لحظة يعني؟ هي لحظة. $250,000 يا غبي. خطوتين يبقوا معانا خلاص. أنا وأنت هنبقى رجال أعمال. نلم هدومنا ونمشي من البلد دي خالص. شكلها تهريب كبيرة. كبيرة وخطر. ومفيش حد غيرك بقى هيعرف يعملها. عارف ليه؟ ليه؟ عشان أنت جربت تنهي حياتك قبل كده كذا مرة وما عرفتش. فمش فارقة معاك الحياة أوي يعني. العملية دي بقى لو نجحت هيبقى معاك فلوس تبدأ حياة جديدة خالص. ولو ما نفعتش أديك هتبقى نهاية حياتك زي ما كان نفسك تعمل من زمان. أنا جاهز. فيني خبرك قد إيه بكون مبسوط أنا وعم بخاطر بحياتي. كنا عم بتمرجح بين الحياة والموت. كون مبسوط كتير ما حدا فهمان ليه مبسوط. وده اللي نفسي اسمعه منك. ما تعملي لنا قهوة يا زوزو. زيزي اعملي قهوة. بس ما قلت لي ايمتى بدنا نعمل العملية؟ أول ما ناخد الأوامر هننفذ على طول. طب ليه؟ أنت ما بتخاف تموت؟ أنا أصلاً ميت من زمان. العملية دي اللي تحيني. شو بيطلع لي بالباقي؟ بيطلع لك واحدة من هولي. ليك الزرقة كتير كتير طيبة. زرقة بس أنا رح أخذ الخضرة. أوكي تاخذ اللي بدك إياه. يسلم إيديك يا ست الستات. يا أهلا. الله شو هالشغلة الحلوة لإلك يا ست مها. شو بدك؟ هيك الأوراق الأمضية بدون ما تنزعلي مزاجي إذا بتريد. تفضلي.
ليش ما عم تطلعي فيه؟ هل قد مشغولة لدرجة إنه ما عندك وقت تطلعي فيه؟ نديم عمول معروفة، قلت لك مبسوطة وما بدي تعكر لي مزاجي. مش عارف شو باسطك بهالمطرح. باسطني إنك مش هون حتى ما تسمعني حكي بشع كل النهار. باسطني إني عم بعمل شي لحالي من دونك، من دون مشاكلك وخيانتك اللي حرقت لي قلبي. بعتذر. أنا هيك لأني معصب. خلص تركتني وبكره الصبح مسافرة. علاقتنا خلصت. قلت لك إني بلشت أكرهك نديم. بلشت أكرهك لأني عم شوف فيك إنسان أناني وبلا إحساس. فلهلا بسرعة ما بقى رح أسمح لك تنزعي على حياتي وتبيخ لي كل شي عم جرب أعمله وتفسر لي إنك أحسن مني وأهم مني. إيه؟ انت محاسب شاطر ومعلم وشهادتك قد راسك ووظيفتك بتجنن وانا بلا شهاده وشقفه موظفه بميني ماركت بس انا مبسوطه اكثر منك ومرتاحه اكثر منك وما بقى بدي اياك ما بقى بدي اياك منيح هيك الله معك أهلا مدام بدي عزبك شو سعرهم هولي بتتفضل اللي عندي بتعمل معروف يلا نطلع سوا نجيب البنت Thank you.
تلا الايام صعب الاعمال بي ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته مثل الايام كنا انا وانت بقلبك محلي وجوا قلبي انت وبلحظه وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي آه يا زمان يا شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي.